يعني ايه بقى رونالدو من 30؟ يقول لك اول حاجه ان حب الناس ما يفرقش معايا كتير. حب الناس ما يفرقش معايا كتير. انا بعمل اجمل حاجه عندي. الناس حبتها، الناس ما حبتهاش، ده شغلي. فيقول لك انا لما بروح ماتش الجمهور التاني ما هو ضدي. فبيشتمني. طبيعي جدا. خالص ده مش في دماغي اساسا. جمهوري بيحييني. ما يفرقش معايا، انا بعمل جمهوري زعلان مني. انا هعمل اللي انا شايفه صح. احسن حاجه عندي. فتركيزي كله في احسن حاجه، مش تركيزي مع الناس اللي في المدرج دي. من اول هنا لا، دي نقطه مهمه قوي. اصلا انا لما بيكون تركيزي مع الجمهور هتاثر قوي. وهتأثر يعني انا عملت ترقيصه حلوه، فالجمهور كلك افضل بقى على الترقيصه دي، عايز لحد اخر الماتش يقول لك شفت الجمهور عمل ايه لما عملت دي. مش في دماغ رونالدو خالص. تصور. فبقول لك طبعا ان التشجيع الكبير قوي اللي معاه فرقش معاه. طيب ممكن يعني ازود حاجه كده؟ حضرتك بتقول طبعا ما يهموش الجمهور. طب الحب والكره ما يفرقش معاه كتير. طب ينفع نحط جنبيها السوشيال ميديا؟ طبعا. يعني ما هو ده جمهور. اكيد اكيد. ولكن انا مش فاضي اشوف السوشيال ميديا. اصل شتموه، اصل ولا مودش ولعلم والعلم حضرتك اللي بتقوله ده اللعيبه الكبار. محمد صلاح كده. اللعيبه الكبار بالظبط. انا خايف اقول محمد صلاح فهنبقى عندنا لا لا خلينا احنا بنحب محمد صلاح يعني بحبه جدا طبعا. خلينا نتكلم على رونالدو عشان نبقى محايدين. صلاح ماشي على خطى رونالدو. صلاح ماشي على خطى رونالدو، وبكل تاكيد يوم ما قريب مش بعيد هيبقى صلاح افضل من رونالدو. ليه؟ اصل بدري بالظبط. وقال صلاح في الميتنج، قال هو الفرق بين اللعيب العربي واللعيب الاجنبي المحترف يعني هو المنتاليتي بس. هو ده الفرق. نرجع لاول نقطه. نرجع لا يتاثر لا بجمهور شتمه او مدحه خالص. والحاجه الثانيه نحط بين قوسين كده، خد معاك السوشيال ميديا كمان. بكل تاكيد السوشيال ميديا هو الجمهور الاكبر كمان طبعا. اصل الجمهور اللي في الملعب ده ممكن ينتهي بنهايه الماتش 100,000 وانت مش لكن تاني. السوشيال ميديا انا بتفرج على السوشيال ميديا ملايين. بالليل قبل ما انام بالليل دي خطيره جدا. عشان تسليم وتسلم. العقل الواعي عندنا بيبدا يسلم للاواعي كل الحاجات اللي انا عملتها في اخر نص ساعه. اللاواعي يفضل يشتغل عليها طول الليل. لا تعالى بقى دكتور الاول، احنا النقطه الاولى قلنا طيب. رونالدو لا يتاثر ولا ملوش دعوه بحب طيب. وكره الناس. حضرتك بتقول بقى حته كده نوت ان السوشيال ميديا بقى. السوشيال ميديا قبل النص ساعه قبل ما تنام دي في منتهى الخطوره. ايه الفرق بين السوشيال ميديا وبين جمهور الملعب؟ جمهور الملعب خلاص بينتهي. برافو عليك. خلاص وتروح وتروحنا القضيه خلصت. انما السوشيال ميديا دي اخر حاجه عينك بتشوفها. ايوه قبل ما تنام. انا دلوقتي الخطوره في هنا كده ايه؟ انا قلت للاوعي عندي الجهاز اللي هيشتغل طول الليل وانا نايم ان دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لي اشتغل لي عليها. فانا لما فتحت السوشيال ميديا قبل ما انام فيس بقى ولا سمعت شتيمه فيا، فانا سلمت اللاوعي عند السب كونشس مايند ان الناس ما بتحبنيش وانا مش عارف عن حاجه واديت وحش. هو بياخد مني بقى السب كونشس مايند ياخد مني الكلام ده ويشتغل عليه طول الليل فيطلعه في احسن انتاج. فانا بقى قالوا ان انا فاشل ومش هنفع وحياتي انتهت وهيجيب واحد غيري وشكلي همشي من النادي. فبيشتغل لي عليها طول الليل عشان يعمل منتج قوي جدا بكره يسلمهوني بقى للوعي امشي بيه طول اليوم. يعني تصحى من النوم اسوأ من ما نمت بكتير جدا جدا، لان الفتره احنا نمناها الخمس ست ساعات دول هو كان بيشتغل عليها. خليني اروح لك طبيا في الحته دي. يقول لك فلان الفلاني نام بالليل زعلان قوي، كان في مشكله كبيره فنام زعلان والعياذ بالله شرب يعني الجميع يعني جات له جلطه. الجلطه تيجي امتى؟ تيجي 6 7 الصبح. طب ليه ما جاتلوش الساعه 1 بالليل الساعه 2؟ لا ده مش معدي الجلطه. العقل اللاواعي بقى بيشتغل على حاله الغضب. عمال يعمل بروسيسنج على الحاله دي بالظبط كده. حاله الغضب والتفاعل شغال وانت نايم وشايفك حبيبها وانت نايم في لحد ما يوصل لاعلى تفاعل سلبي على 6 7 الصبح. فبتيجي والعياذ بالله ودايما بقول الاطباء الكلام ده ان الناس اللي بيحصل معاهم ازمات كبيره قبل النوم لازم هو يشتغل عليها قبل ما ينام يفككها. حاجه مش في ايدي غصب عني، انا ليا الجهد ماليش دعوه بالنتائج. شويه حاجات كده بنعملها عشان اخلي السب كونشس مايند ما يستقبلش مني الحاجه الوحشه اللي انا كنت شغال فيها اخر نص ساعه. طب هو